ناخذ الحاله الثالثه. اذا عندي تو تانكس فولي كابل، تانكس بيصيروا فولي كابل بالحاله هاي. عندي تو تانكس وحطينا التانك هذه اثر على التانك هذا، بس التانكين هذول مرتبطين ببعض. هون في عندي راح اسميها ار1، هون في عندي اوريفيس ار2، هون لسه عندي سي2، وهون لسه عندي سي1. كم انبوت ناخذ هون بالحاله هاي؟ زي ما بدك، بدك تاخذ تقدر تاخذ بامب هون وبامب هون، او ناخذ بامب بس وحده هون نتحكم. فهلا مثلا احد الاسئله ممكن نسالها، هل بقدر السيستم هذا اني اتحكم بالليفل هات عن طريق البامب اللي موجوده هون؟ فعندي هون هي اتش1 اوف تي، عندي هون اتش2 اوف تي، هي اتش2 اوف تي، عندي هون البامب، وهذا عندي هون كيو انبوت 1 اوف تي. نقدر نكتب هلا المعادلات بنفس الطريقة السابقة. هلا ناخذ هاي المعادلة، عندي Q input 1 of T minus Q output 1 of T بيساوي C1 H1 T dot. هلا هون الاختلاف، شو بصير الاختلاف الآن هون؟ الفلو اوت من هذا التانك عايش الآن بيعتمد، ما بيعتمد بس على H1، بيعتمد على الفرق، لأنه البريشر هون عندي، في عندي بريشر جاي من هون، في عندي بريشر جاي من هون، راح يصير في فلو بهذا الاتجاه اذا كان هذا البريشر اعلى من هذا البريشر، مزبوط، وهذا البريشر بكون اعلى اذا كان هذا الهايت اعلى من هذا الهايت. فبصير عندي الان محل هذه راح احط h1 of t minus h2 of t minus على r1 ولا r2، هذه طبعا هون r1. وعندي هون هاي راح تضلها الانبوت q input 1 of t، وهاي تساوي c1 dot h1 dot of t. نقسم كل شيء على C1، نقسم هاي على C1، هاي صار عندي هاي أول إيكويشن، مش هيك؟ لاحظوا معامل H2 راح يصير إذا أخذت هدول هيك، راح يصير عندي ماينس H1 بلس H2. طيب المعادلة الثانية، المعادلة الثانية نفس المعادلة اللي شفناها قبل شوي، راح تكون عندي Q input 2 of T minus Q output 2 of T بتساوي C2 H2 dot. هلا عندي Q input اللي بدخل له من هون، اللي بدخل له هون راح يعتمد على R1 وراح يعتمد على الفرق ما بين اثنين، فراح يصير عندي محل Q input 2 of T راح تصير عندي هاي الكوانتيتي بس مش سالب، راح تكون عندي هون H1 of T minus H2 of T على اي R؟ R اللي بتأثر هون هي R1، والثانية اللي هي راح تكون Q out. هلا Q out بتعتمد على H2، فبكون عندي هون H2 of T على R2 بتساوي C2 H2 dot of T، نقسم على C2 ونقسم هون على C2. هاي صار عندي هدول المعادلتين، راح نحط هلا H1 of T بتساوي X1 of T بتساوي Y1 of T، و H2 of T بتساوي X2 of T بتساوي Y2 of T. فبتصير عندي ناخذ المعادلة الأولى اللي هاي، عندي هون X1 dot of T بدها تساوي، أول شيء بدي آخذ معامل H1، إيش معامل H1؟ ماينس 1 على R1 C1، ومعامل H2 حكون بلس، هاي حطينا الماتريكس عندي هون ماينس 1 على R1 C1 X1 of T زائد 1 على R1 C1 X2 of T، وبعدين عندي الانبوت مش هيك اللي هو 1 على C1، 1 على C1 Q input 1 of T، والمعادلة الثانية X2 dot of T عندي معامل H1 1 على، لاحظوا هون R1 C2 زائد 1 على R1 C2 X1 of T ماينس، هلا هون عندي هذول الاثنين، هذا ماينس وهذا ماينس مش هيك؟ راح يصيروا ماينس 1 على 1 على R1 C2 زائد 1 على R2 C2، كلهم مضروبين في ماينس X2 of T، مضبوط هيك اللي عملناه؟ تأكدوا، 1 على R1 C2
واحد على R2 C2. هذا إشارته سالب وهذا إشارته سالب، طلعنا السالب برا وجمعناهم. وبعدين هون عندي زيرو مش هيك؟ ما عندي مضخة هون، ما بتأثر بالإنبوت اللي موجود. فصارت عندنا A الآن، هلا الـ A رح تبطل فيها صفار، رح يصير كلهم. فعندي هون كابلينج من H1 ل H2، في كابلينج من H2 ل H1. فرح يصير عندي هون ماينس واحد على R1 C1، وعندي هون بلس واحد على R1 C1، هون رح يكون عندي واحد على R1 C2، وهون رح يكون عندي ماينس واحد على R1 C2 زائد واحد على R2 C2. B رح يساوي واحد على C1 زيرو. C رح تكون الـ Identity Matrix، ودي نفس الشيء عندي هون، كم عدد الـ Input عدد أوتبوتس مش هيك مضبوط هيك بتطلع. وهاي اللي هي طبعا رح تكون الـ Identity Matrix اللي هي 1 0 0 1. إذا بنطلع الآن هون بطل في عندي زيروز، ففي عندي فول ستيت كابلينج، عندي الدايجونال بس كمان عندي تأثير من H1 على H2، من H2 على H1 بهذا الشكل. هلا ممكن السيستم هذا أطوره كمان، شو أعمل؟ أعمل إنبوت ثاني هون، وبصير السيستم، فبصير عندي الدايمنشنز تبعت B بتصير 2 في 2 لأنه صار في عندي إنبوت جديد منه.